سعداء بوجود الدكتورة سحر هنيدي معنا اليوم. طبعا الدكتورة سحر هي باحثة متخصصة في التاريخ، دراسات تاريخية، درست العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وحصلت على الدكتوراه من جامعة مانشستر، وأيضا حصلت على دبلوم في تاريخ الفن من كريستيز إديوكيشن، ولها مجموعة من الكتب المهتمة بالتاريخ السينمائي اللي هو ده تخصصها يعني الرئيسي. عملت في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فترة من 78 إلى 89 أعتقد، وكانت مديرة لإدارة النشر، وأيضا مديرة تحديث وتطوير عام المعرفة، وأيضا ترجمت مجموعة من الكتب منها اختراق إسرائيل القديمة وإسكات التاريخ الفلسطيني، لكن من المؤلفات كتاب A Broken Trust اللي ترجم العربية باسم التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي هيربرت سامويل بين عامين 20 و25، ترجمته طبعا مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأبحاث والمؤلفات. اليوم سوف تتحدث عن Art and Propaganda and Zionism Total، البروباغندا في الفكر الصهيوني، الفن والبروباغندا في الفكر الصهيوني الفترة من 1897 ل 1948. طبعا ده جزء من المشروع هي تشرح عنه اليوم، فأهلا وسهلا دكتورة، شرفتيني، تفضلي. مساء الخير. أول شيء بحب بس أوضح شغلة، إذا بتسمحوا لي أحكي شوي إنجليزي شوي عربي، لأن يعني هو موضوع جزء أخير من كتاب أنا عم بشتغل عليه صار لي سنين وبالإنجليزي، فمصادري أكثرها كلها بالإنجليزي، فراح أحاول يعني بحكي بجهتي يعني إذا ما عندكم مانع. رح نبتدي هلا موضوع الصهيونية، ما بنقدر نحكي عن الفن بدون ما نحكي شوي عن السياسة، لأنه موضوع الصهيونية كثير متداخل مع يعني السياسة وكثير أشياء مع بعض. فرح نبتدي إنه ليش الصهيونية نشأت بهذا الوقت وشو الأسباب اللي أدت لنشوها. في آخر القرن 19 كان في حركة أنتي سيمتزم كبيرة، إن كان بشرق أوروبا بروسيا القيصرية أو بأوروبا الغربية، وبفرنسا سنة 1896 صارت الدريفوس أفير المشهورة اللي صار فيها اتهموا يعني كوماندر اليهودي، اتهموه بالغلط إنه هو كان عم بتجسس لألمانيا، فكانت هي يعني فيها عنصرية. بألمانيا وفيينا بنفس هذا الوقت آخر يعني آخر two decades in the 19th century هي اللي نشأت فيها الحركات العنصرية بأوروبا الغربية، وبنفس الوقت طلعت الحركة الصهيونية. ليش؟ لأنه طلع بألمانيا وبفيينا racist ideologies اللي كانت عم تنتشر، في منها خلينا نحكي شوي أول عن الصهيونية different shades of Zionism، لأنه ما فينا نفهمها، بس أنا حاولت أعمل هيك يعني نوضح شوي. أهم شيء عندنا البوليتيكال زاينزم اللي هي كانت الصهيونية تبعت هرجل، اللي كان بيقول إنه لازم ناخذ موافقة من دولة إمبريالية عظمى قبل ما نبدأ الشغل البراكتيكال بفلسطين. الكالتشرال زاينزم اللي كانوا يقولوا لا، لازم نهتم بالثقافة أول وبالفن وبالهذا، ونخلق الثقافة العبرية اليهودية اللي هي ما كانت موجودة، يعني ما كانت مخلوقة لسه. أنواع ثانية كانت من الصهيونية بهذا الوقت التريتوريال زاينزم، مثلا كانوا يقبلوا إنه أي أرض بدهم يعطوهم إياها، مثلا طلع مشروع بيوغندا 1904 أو بأبروس أو
بمناطق تانية قالوا أي أرض إحنا بناخدها بنروح عليها مو مشكلة. الريليجيوس زاينزم اللي هي يعني الفورنر تبع اللي بنشوفه اليوم حركة شاس وعلى آخرين واللي بنشوفهم اليهود الدينيين المتطرفين. الريليجيوس زاينزم اللي هي تبع جابوتينسكي اللي كانت بسنة العشرينات كانت يعني أكثر نوع من الصهيونية اللي متطرف. spiritual وكالتشرال يعني بيشبهوا بعض. هلا بنرجع للقرن التاسع عشر طلع اول شيء ارثر ديبومينو هو اللي ابتدى الحركه العنصريه لما الف كتاب اسمه The Essay of the الاسي تبعته اسمها The Essay on the Inequality of the Human Races اللي قرر فيها انه الجنس الآري هو الجنس التوب بالعالم وانه كل الاجناس الاخرى هي الانفيريور يعني superior and inferior races. قال انه اليهود والبلاكس هم at the bottom of the triangle. بعدين اجا بعده واحد شو اسمه هيوستن ستيوارت تشامبرلين اللي كمان يعني كمل على نفس الموضوع. هذا كان انجليزي الماني كتب كتاب اسمه The Foundations of the 19th Century اللي هو كان اساس يعني الفكر اللي النازيين بعدين اعتمدوه انه الجنس الآري هو الجنس السوبيريور. فهدول كلهم اجا واحد بعدهم اسمه فيلهلم ريتشارد فاغنر طبعا كمان معروف انه هو اللي قال انه اليهود ما بيعرفوا يألفوا موسيقى او ما بيعرفوا يعملوا فن وكان يعتبر يعني انتي سيميتيك بهذاك الوقت. بس ما بدنا نلخبط بين مفهوم الانتي سيميتيزم اللي اليوم بيحكوا فيه اللي هو كومبليتلي يعني مش ليدنج لشو الفكر الانتي سيميتيزم الحقيقي العنصري اللي كان بهذا الوقت طلع اللي هو ادى لنشوء الصهيونيه. يعني there are two sides of the same coin. في الانتي سيميتيزم ابتدت وكان رد فعل لها هو الصهيونيه. انت ما حنشوف هذا. فيلهلم مار بيعتبروا اول يعني the father of anti semitism بالعالم. هو اللي كتب كتاب عنوانه The Victory, The Way to Victory of Germanism over Judaism. لأنه هو اعتبر انه اليهود والألمان في صراع head to head واحد لازم يقضي على الثاني. فهو كان شايف بهذاك الوقت انه اليهود اقوى وراح يقضوا على الجنس الالماني اللي هو بيعتبره السوبيريال ريس اللي هو الاريال ريس. فقال انه الصراع للموت واحد لازم يقضي على الثاني. فكتب هذا الكتاب اللي طبعا هاي الافكار اللي كانت تطلع بهاي الوقت كانوا يسموها الـ racial science او الـ يعني it was a kind of pseudo science اللي مش science حقيقي. بعدين طبعا بعد ما خلصت الحرب العالميه الثانيه طلع باليونسكو عملت statement انه سنه الخمسين انه ما في شيء اسمه يعني different races. It's only one human race and it's the homo sapiens. It's only one race. فهاي الأفكار كلها يعني قصدي أقوله إنه هاي الأفكار كلها هي اللي أدى لنشوء الصهيونية. هلا حنشوف كيف. هلا سنة 1897 كانت سنة مهمة كتير صار فيها شغلتين. أول شيء انتخبوا كارل لوبر مير أوف فيينا وهو كان بني آدم يعني كتير أنتسميتك. فلما انتخبوه بفيينا فصار في حركة عند اليهود إنه يعني all of a sudden صاروا يطلعوا من شغلهم يقلعوهم من الجامعات كثير مهن ممنوع يشتغلوها.
يعني كان في حقيقة عنصرية ضدهم هذا الوقت. صار بنفس الوقت السنة هاي الأول من المؤتمر الصهيوني الأول اللي أسس، وطبعا المؤسس الحركة الصهيونية البوليتيكال هو تيودور هيرتزل، هو اللي أسس الحركة الصهيونية. هون نشوف هيرتزل واقف مع الزعماء الثانيين، يعني هاي صورة من المؤتمر برضو. هيرتزل هو اللي ألف الكتاب در يودنشتات، لأنه هم كانوا كلهم هدول جماعة ألمان بيحكوا ألماني وبيفكروا بالألماني، وكتابه در يودنشتات اللي هو الدولة اليهودية، يعني هاي كمان ترجمة مش دقيقة، لأنه هو الترجمة الدقيقة بتكون دولة اليهود مش الدولة اليهودية، وهو اللي تخيل فيها أنه كيف رح يكون الدولة هاي اليهودية. طلب من الدول العظمى بهذاك الوقت انه يعطوه تشارتر على فلسطين، انه التشارتر كانت هاي الصورة، التشارتر لفلسطين اللي كانت هي شركات استعمارية بهذاك الوقت. طلب من الشركات مش من الحكومات الامبريالية انه تعطيه تشارتر عن فلسطين. بهذاك الوقت كانت تشارتر هي شركة استعمارية، يعني مثل الشركات اللي كانت طلعت أيام الإيست إنديا كومباني والداتش إيست إنديا كومباني وكل هاي الشركات ساوث أفريكا، بريتش ساوث أفريكا كومباني. فهو كان بنفس الطريقة بده من الحكومات البريت يعني الإمبريالية إنها تعطيه هاي تشارتر لفلسطين، وهي نموذج من الشهادات اللي طلعوها عملوا جويش كولونيال تراست، وحكى مع امبيريال جيرماني وحكى مع السلطان التركي وحكى مع الحكومة البريطانية. طبعا وقتها ما اعطوا هذا اللي بده اياه اللي هو الكولونيال اللي هو التشارتر كومباني، بس بعدين سنة 17 بوعد بلفور هم اليهود اعتبروا انه this is their charter لفلسطين، يعني استعمار واضح بدون اي لانه هلا يعني اليوم اذا بنحكي بنقول انه اسرائيل مثلا بلد استعمارية او الصهيونية هي استعمارية، بيقوموا الناس علينا بيقولوا هذا شيء انتي سيميتك وبتهمونا انه انتي سيميتك، لكن لما نرجع للتاريخ كل شيء عمله هيرتزل هو كان very blatantly، يعني أسماءه Jewish Colonial Trust the Jewish كله منها يعني واضح ما في أي كلام. هلأ بعد هاي المقدمة الصغيرة رح نيجي لهيرتزل وشو عمل. هيرتزل بعد ما كتب كتاب Jewish State هو بالأساس ما كان كتاب، هو كان رسالة للروش تشايلز إنه مشان يساعدوه إنه يعني يعملوا معه شركة استعمارية بفلسطين، ما ردوا عليه. فبعدها بيكتب كتاب تاني اسمه Alt New Land اللي هو يعني معناته The Old New Land اللي بتخيل فيه كيف رح تكون فلسطين اللي بده يستعملوها اليهود. So he visualized a chartered company called the New Society for the Colonization of Palestine. هاي كتبها. It was his utopian book, which had exclusive rights to colonize. واضح بكل وضوح بالكتاب هذا. European Jews, according to Herzl, have rediscovered and re-inhabited their old new land. German would be the language in the modern society. And the state of the art and technology would build a modern state. It was a state of the art, يعني state of the art technology. حتى إنه تخيل إنه رح يكون في أوبرا هاوس بيافا واللغة رح تكون أكيد عربي. لما ترجم هذا الكتاب اللي هو Old New Land ترجمه زعيم صهيوني آخر اسمه نحوم سوكولوف. وترجمه بعنوان تل أبيب، يعني قديم وجديد old and new، وهذا بعدين صار اسم اعتمدوه لتل أبيب نفسه.
هلا رح نحكي على الزعماء التانيين اللي كانوا مع هرتزل اللي أسسوا الفكر اللي هو بدهم يخلقوا اليهودي الجديد. شو هو اليهودي الجديد وشو مواصفات اليهودي الجديد؟ هذا كان ماكس موردو إجا بالمؤتمر الصهيوني الثاني وقال إنه لازم نخلق المسكيلر جوديزم، مصل جو، اليهودي القوي اللي هو اليهودي اللي عكس اليهودي اللي جاي من الجيتو اللي هو ضعيف وبيل ويعني خنوع وإلى آخره. اليهودي الجديد لازم يكون قوي ولازم يكون عنده عضلات. فببلشوا يعملوا كلابس، جيمناستيك كلابس يهودية كلها بيكون أسماءها يعني مشتقة من البايبل، إشياء مثل بات مخبة أو نكابيز أو شيء هيك. وهذا كان يهودي اسمه سيغموند بريتبارت اللي كان أقوى رجل بولندي، كان يهودي اعتبروا إنه the Iron King كان يعني كسر. فكان بهذا الوقت يعني صار مثل هوس عندهم إنه نحن قوايا ونحن نروح على الجيمناستيك كلوبز ونصير قوايا ونعمل عضلات، وصارت تنتشر هاي الأفكار كثير. فبلشوا يقووا عضلاتهم بهاي الطريقة ويغيروا بحالهم، هاي الشعارات تبعت المكابي كلوبز والأشياء هاي. هذا كل الحكي 1901 يعني هيك شيء هالقد بكير. هلا نيجي للفنان اللي اسمه إفرام ميليان اللي أنا بدي أحكي عنه، هو اللي مثل هاي الأفكار كلها بالفن تبعه وابتدت تنتشر. بالمؤتمر الصهيوني الخامس اللي هو صار 1901 قرروا إنه يعملوا معرض للفن مع المؤتمر الصهيوني الخامس، وأول مرة بتاريخ اليهودية إنه يعملوا شيء اسمه فن يهودي. يعني قبل هيك ما كان في شيء اسمه فن يهودي نهائيا، هم اخترعوا كل شيء. طبعا كان حدا ثاني اسمه مارتن بوبر فيلسوف مشهور كان كثير كثير مهم بهاي الحركه اللي هي الكالتشرال اند سبيريتشوال زاينزم، انه لازم نقوي يعني الكالتشر تاعت اليهود. ما بكفي انه نقوي العضلات مثل ما عم بيقول ماكس موردو، انه لازم نقوي نخلق ثقافه ونخلق فن، وهو هذا كله ما كان موجود. فإفرام ليليان رح يكون دوره كثير مهم انه يمثل هاي الافكار بالفن اللي عمله، اللي هو هذا الفن. هذا هون هلا هو اللي بنحكي عنه. معلش اقرا لكم كوت من جابوتينسكي انه كيف بده يخلقوا اليهودي الجديد. بيقول كانوا يستعملوا كلمة زد إنه مثل كلمة احتقارية عن اليهود اللي تبعون الجيتو اللي من روسيا. فبيقول جابوتينسكي بيقول because the zid is ugly and lacks decorum we shall endow the ideal image of the Hebrew with masculine beauty, tall stature, mighty shoulders, vigorous movement, radiance of colors and complexion. The zid is trodden upon and easily frightened. And therefore the Hebrew ought to be proud and independent. فهاي الفكرة اللي بلشت تتمثل بالفن. هلأ هذا حتى بهذا المؤتمر اللي هو المؤتمر نفسه. هذا باي ذا واي كان الشعار البوست كارد اللي عمله إفرام ليليان اللي هو بيعتبروه أول فنان صهيوني، أول فنان يهودي وصهيوني وللحركة الصهيونية. هذا الشعار البوست كارد عملوه للمؤتمر الصهيوني الخامس اللي بيفرجي فيه اليهودي اللي قاعد وراء البارد واير وبيفرجي الملاك عم بيقول له يروح للشرق. هاي الفكرة كانت اللي، وطبعا هاي مثلا الشعار النجمة كل هذا كان جديد، ما كان يعني قبل هيك. هو كتير روج له ليليان. هلا مارتن بوبر بدنا نحكي عنه شوي. مارتن بوبر كمان كان كتير كتير مهم بهاي الفترة اللي هو قال انه
the Jewish physical regeneration اللي بيحكي عنها نوردو ما بتكفي without a spiritual renaissance. On this, yeah, he gave a lecture on the second day of the same fifth congress. قال فيها ما يلي. The congress declares that the cultural education of the Jewish people is one of the most basic elements of the Zionist program and obliges all Zionists to active support. بعد هيك هو بوبر يعني هون كانوا يعملوا له طوابع ويعملوا اشياء كثير. بلش يفتح دور نشر يهودية مثلا هذه دور يوز كانت أول مرة بيطلع مجلة بهالاسم من هالنوع من أيام من قرون يعني وكان يحكي فيها عن شغلات الصفات العبرية وهي كلها عم تنخلق كانت بهاي الفترة هذا الفنان ملخبطين الصورة معلش شوي لأنه في مجلة اسمها أوست أند ويست اللي بيشارك فيها ليليان هذا الفنان ليليان واللي بيشارك فيها بوبر اسمها أوست أند ويست أيوة استعمل الستايل هو هذا ليليان استعمل الستايل اليوغنستيل اللي هو بيكون ستايل the German form of French Art Nouveau فهذا الستايل كان كتير كتير إفكتيف لأنه كانوا يقدروا ينشروا منه يعني يرفعوه على أعداد هائلة وينشروا منه وهو ليليان كان يرسم كفرز مثل هيك يعني لمؤلفين مشهورين كان بوك إلوستريتر للكفرز وهو اللي عمل الكفر تبع كتاب هيرتزل اللي هو أولد ميلان كان هو عامله فالمهم هاي مجلة أوست أند ويست اللي بيكون برضو مارتن بوبر من أحد يعني أكبر الإديترز اللي فيها أهم شغل لإلها كانت إنه تقرب بين يهود ألمانيا وبين يهود الشرق اللي هم اللي قال إنه إذا هدول الاثنين ما بيشتغلوا مع بعض الصهيونية ما رح تنجح فكانت الفكرة من اليهود الغربيين إنه يهود الشرقيين يحتقروهم فهو بلشت تتغير هاي الفكرة من يعني من أوست أند ويست من هاي المجلة صاروا ينشروا لفنانين ولكتاب من أوروبا الشرقية ومن روسيا فصاروا يعملوهم كأنه هذا هو the image of the noble Jew اللي هو اليهودي اللي هاي الصور كلها لليليان بهذا الستايل اللي هو استعمله اليوغنستيل طبعا أوست أند ويست برضه قررت انه شو هي الكريتيريا تبعت الفن اليهودي شو معنات الفن اليهودي بهذاك الوقت ما له تعريف بهذا الوقت كان الفن اليهودي هو بوبر عرفه انه لازم يفرجي سفرك فهون احنا بنشوف صورة لهاي المذبحة الكبيرة اللي صارت في بكيشينيف هاي أثر هاي المذبحة هاي 1903 1904 الحكومة البريطانية اقترحت على هيرتزل إنه يعطوهم يوغندا كحل يحطوا فيه اليهود المضطهدين تبعون روسيا ياخذوهم لهنا وقتها طلعت هاي الحركة التريتوريالست اللي حكينا عنها بالأول إنه بنقبل أي بلد بيعطونا إياها طبعا اكثر شيء الكالتشرال والبوليتيكال زاينست اللي هم وفي البراكتيكال اللي قالوا انه لا نحن نروح نشتغل يعني كرييت فاكتس اون ذا جراوند ومش مهم حدا اعطانا تشارتر ولا لا وحدا اعطانا اذن ولا لا نحن بنبدا مستعمرات وبنشتغل هذا افرايم ليليان هاي اكثر صوره ايكونيك لهيرتزل اول وحده اللي هو كان فوتوغرافر كمان افرايم ليليان فهاي الصورة يعني أكثر صورة مستعملة لهيرتزل اللي هو صورها ليليان وصاروا بعدين يستعملوها مثلا هون واقف بالمؤتمر الصهيوني الأول عم بتطلع على الراين
صاروا يستعملوها بأشكال أخرى، وهناك عم بتطلع على القدس وفي نهر الأردن هناك وإلى آخره، لدرجة إنه هالقد الصورة هاي كانت ايكونيك إنه بمخ العالم إنه هاي صورة هيرزل، إنه لدرجة إنه حتى يعني صار إشياء كوميك إنه هاي كأنه هيرزل واقف في تايم سكوير بنيويورك. هاي إفريم ليليان برضو كان he was obsessed with the features of Herzl، حتى حط الفيتشرز تبعته بال حاطه كأنه هو موسيس هون. بوبر كان يعني صح عم بيركز على نشر الثقافة والفن والفكر هذا العبري، بس هو كان بنفس الوقت قال انه this is propaganda in great style، يعني كان عارف انها هي بروباغاندا مش بس فن وهاي. اوكي هلا شفنا الفنانين هذول، هذا برضو افلام ليليان عم برسم صورة اللي أسسوا مدرسة اسمها جزالر سنة 1906، اجوا على فلسطين وأسسوا هاي المدرسة، هاي المدرسة اشتروها من واحد فلسطيني اسمه أبو معطي، ما بعرف شو اسم عيلته ولا هو اسمه أبو معطي، اشتروها 1906 وعملوا فيها مدرسة جزالر آرت سكول اللي هي لليوم أكبر وأهم مدرسة فن بإسرائيل. هاي المدرسة كان إجا عليها بالإضافة لليان درس فيها 6 أشهر هون، وبوريس شاتس اللي كان المدير إجا من متحف بولغاريا وصار هو الدايركتور فيها، كانت أكبر يعني إمبلوير حتى بفلسطين بالقدس، مش بس إنه كانت يعني مهمتها إنه تنشر البروباغاندا ويطلعوا موتيفز، يخترعوا موتيفز يهودية اللي ما كانت موجودة، يعني من مثلا يروحوا يلموا أشكال من النباتات الفلسطينية أو الحيوانات أو هيك ويصيروا يستعملوها بالفن تبعهم، يعملوا أشياء فيها دعاية. هاي أنواع من الارتفاكس اللي هي بيخلقوا اللي بيسموه الهيبرو ستايل ويستعملوا الخط العبري بالزخرفة، فهذا هم نشروا كثير وكانوا أكبر إمبلوير بهذاك الوقت. وطبعاً الجويش ناشنال فند اللي حنحكي عليها بعد شوي كان لها دور كبير، هي اللي اشترت لهم البناية هاي وهي اللي كانت يعني لها دور كبير بهالأشياء. هلأ وصلنا لشو اسمه للجويش ناشنال فند اللي هو الصندوق القومي اليهودي. الصندوق القومي اليهودي يعني كانت مهمته انه يجمع تبرعات لشراء الاراضي بفلسطين، هاي اهم شغله كانت لهم، بس مشان يعملوا هالشيء كان لازم يعملوا كثير بروباغندا. فبعد ما شفنا كيف ابتدى الفن مع افرايم ليليان يفرجي البني ادم اليهودي القوي اللي له عضلات واللي بيزرع الارض وبيفلح الارض واللي بيحمل، يعني بتتطور هاي الفكرة بأشكال تانية بعدين لتفرجينا كيف بصير شكل الصابرة. الصابرة اللي هو اليهودي القوي المحارب واللي ماسك البارودة بإيد والمعول بالإيد التالي. هلأ الصندوق هذا تبع الجي ان اف اللي كانوا يجمعوا فيه المصاري ليشتروا أراضي فلسطين اللي بيقولوا يعني جامعي الشيكل كانوا يسموها. نرجع شوي ل هذا آرثر روبن. آرثر روبن كمان شخص كان مهم جدا اللي هو إجا على فلسطين سنة 1910 لا 1907 لا يعمل تقرير من World Zionist Organization إنه عن وضع المستعمرات وضع الاستيطان بفلسطين. لما إجا قرر سنة 1908 إنه يستقر ويبقى فلسطيني يهودي ألماني،
كان يشتغل بالجيرمان كولونيال سيرفيس بالمانيا قبل ما يجي على فلسطين. وبهذاك الوقت كانوا يعملوا الالمان احتلال في بولندا يسموه، فكانوا يقسموا اراضي البولنديين وياخذوها للالمان ويوزعوها. فهو استعمل نفس الاساليب بإجا بفلسطين وصار يقسم الاراضي بنفس الحجم اللي كانوا ببوزن، هاي البلد كانوا يقسموها، ويقول انه هاي الطريقه يعني احنا مش رح نخترع شيء جديد بالاستعمار وبالاحتلال والاستيطان، احنا عم نطبق موضوع مطبق اوريدي قبلنا الالمان عملوا. فهو اجى على فلسطين وصار مسؤول عن شراء اراضي ويشتغل مع الصندوق القومي وياسس المستعمرات. يعني هو بيعتبروه the father of Jewish settlement in Palestine، ابو المستعمرات والاستيطان. هذا لأنه كله اندمج مع بعض وطلع بالفن، إنه الفكرة هي كانت إنه اليهودي القوي اللي له عضلات واللي بزرع وبيفلح الأرض، لأنه إذا اليهودي ما رح يزرع ويفلح الأرض كمان الصهيونية ما رح تنجح وهذا الكلام اللي قاله قبل هيك أرثر روبين. إجا هي directed الشيء كان اسمه The Palestine Office بيافا، اللي كانت مهمته انه يشتري الاراضي وينظم يعني موضوع الاستيطان. هو الموتو تبعه كان Purification through manual labor، فهاي الفكرتين كانت يعني اساس الصهيونية اللي شو اسمه. هلا رح نيجي للفن اكثر، يعني هاي هلا بدنا نقول انه الصهيونيه لما بلشت يعني it was fortunate انه it was born in a highly visual age when developments in graphic technology and the rise of popular press made artistic and photographic representations more widely available. This enabled political ideas to spread to an unprecedented level. It was Herzl who said it was essential to think in images. فكرة إنه the new Jew اليهودي الجديد هذا إنه هو pioneer بأرض بأرض إسرائيل صارت فكرة أساسية ببناء الـ national identity والكلتشر تبعت الصهيونية بهذاك الوقت. هلأ رح نشوف كيف الموضوع هذا كله تطور بعد إفرام ليليان بالعشرينات. اليوغن ستايل هذا يعني it went out of fashion وكمل يعني بأشكال أخرى نفس الفكرة اللي هو أسسها. فبستلم الموضوع اللي هو الصندوق القومي اليهودي اللي علشان يجمع الفلوس كان بده كتير يعمل بروباغاندا ويعمل بوسترز وطوابع وبوست كاردز وكتير أشياء، حتى ألعاب للأطفال وكلها هلا بنشوفها. فهي كلها راح نشوف إنه نفس الفكرة إنه دائما اليهودي القوي اللي جاي يزرع ويفلح والأرض كأنها فاضية فارغة ما في حدا. يعني هذا اللي صوروه هم، هاي الأشياء اللي صوروها بالكل الآرت اللي عملوه. شوي محلها يعني كانوا بنفس الوقت يعملوا بالثلاثينات يعملوا يشاركوا بالورد اكزيبيشنز الاكسبوزيشنز، وهي اتس انترستينج لانه سنه 37 بباريس حتى العنوان تبع الاكسبوزيشن كان ذا بافيليون اوف اسرائيل ان بالستاين، وهي كانت يعني تحت الانتداب الانجليزي بهذاك الوقت. وطبعا كل شيء بقلب
اكسبوزيشن كان بس عن اليهود البايونيرز، ما لهم علاقه الفلسطينيه ولا باي شيء، ما ببينوا. وفي اشياء كثير كانت بغير اكسبوزيشنز تبع لندن اللي صار وقبله وقبله، يعني كثير اكسبوزيشنز عالميه اللي هي كانت كولونيال اكسبوزيشنز كانوا دائما يشاركوا فيها وينشروا كل الشعارات تبعتهم فيها. هلا هاي الفكره انه ريدمشن اوف ذا لاند، يعني اللغه اللي كانوا يستعملوها انه ذا لاند از لايك اتس ويلدرنس اتس امتي اتس سوامبس ملاريا انفستد سوامبس. هذا كله بنشوفه بالصور اللي صاروا يعملوها، وهم بس اللي جايين يعملوها ويصلحوها ويشتغلوا فيها. دائما الارض فاضيه. هون رح نحط نشوف فيديو صغير دقيقتين. Evidence needed to justify an increasingly popular Zionist slogan, a land without a people, for a people without a land. The slogan would have lasting implications. Well, it all depends on where the photographer aims the camera, right? Then you have the famous image of shareholders for Ahuzat Bayit, which becomes Tel Aviv in 1905, standing on the sand dunes. Well, the photographer was positioned to their south, photographing them to the north, in which there were backed sand dunes. Had he turned 180 degrees to photograph himself behind them, they would have seen the vast orchard groves of Christian and Muslim landowners. They would have seen Jaffa, an important bustling port city with a very vibrant local, regional, and international economy. What is meant by the slogan, land without a people, is that the Arabs of Palestine do not constitute a national entity. These people somehow are generic Arabs. They belong to the desert. They are rootless. In the minds of those who believe in the slogan, Arabs are part of nature. There's a tree, a rock, a sheep, and a person, but they're indistinguishable from each other. Another important leader of spiritual Zionism says that sometimes the attitude taken by the settlers is what's called in Hebrew Evet Pimloch, a slave who has become king. Like all of a sudden, you know, you're strutting around, you think you're master of the land, and you treat these people poorly. And he said, watch out. The Arab is not a donkey. Arabs have pride. This could come back to haunt us. Until the 1880s, زاحوا الكاميرا بس شوي كانوا فرجوا يافا اللي هي مدينة عمرها آلاف السنين، بس هم ما لقوا وقتها. كانوا بدهم يبنوا هاي تل أبيب، ما في محل يبنوها لأنه فلسطين كلها قرى معمرة وهاي، إلا بسانت ديوني أريا بجنب يافا اللي هي بعدين صارت تل أبيب. فهم بيجوا بيصوروا هاي السانت ديون وبيصوروا بس هالشقفة وخلص، كأنه الأرض كلها هاي الفكرة اللي كانوا ينشروها بالعالم. هاي نموذج من الجويش ناشونال فند
الجيمز اللي الصورة اللي على اليمين كانوا يعملوا أشياء كثير مشان يجمعوا الفلوس بالصندوق هذا ويعملوا جيمز للأطفال حتى يعلموهم على مناطق فلسطين وإلى آخره ويعملوا برضو غير الكتب والهاي to appeal to children يعني هاي مثلاً حتى بالبوست هاي الأولانية السلايد عم بتأشر على الصندوق القومي قديش هو مهم كانوا يعملوا لهم ياهم مثل كرتونز وكأنه البلو بوكس عم بيحكي معهم and appealing to them to put money in it لحتى to drain the swamps ومش عارفة هالحكي بيحكوا مع بعض فهي النتيجة إنه in Zionist يعني terminology the mission entrusted to the Zionist to the World Zionist Organization in 1901 was the following to redeem from aliens هذا الحكي 1901 to redeem from aliens the land of Eretz Israel the property of the nation which shall not be sold forever the aim being the settlement of Olim يعني مهاجرين from the diaspora طبعا الهدف الرئيسي هو to raise funds الأرض اللي كانت تشتريها الـ JNF الصندوق القومي اليهودي it was owned in perpetuity يعني once the land was bought it was owned in perpetuity by the Jewish people all over the world and it was inalienable they cannot sell it anymore هذا القانون تبع JNF والـ JNF لليوم أخطر مؤسسة صهيونية فعالة لليوم لأنه لليوم بيشتروا هم الأراضي بالضفة الغربية وإلى آخره وتحت اسم آخر طبعا فبس لا نحط يعني things in perspective اليوم إسرائيل 93% of all land that is owned in Israel is owned by the JNF يعني كل الأراضي اللي JNF بتشتريها بتحطها باسم الـ JNF owned by the Jewish people all over the world in perpetuity and in alienation they cannot sell it anymore فبهاي الطريقة بيخلوا هاي الأرض يعني تصير يهودية إلى الأبد هلأ هم يعني JNF وصلت هالرسالتين لليهود بالعالم هذاك الوقت أول شيء إنه أهمية إنه يشتروا أراضي أكثر وأكثر وأكثر لحتى وإنه هم هدول البايونيرز اللي جايين to regenerate and reclaim the land اللي هاي الصورة بعدين طبعا اتطورت لفكرة الصابرة اللي هو الصابرة اللي هو اليهودي اللي انولد بالمستعمرات اللي ما كان انولد بالدياسبورا بالجالوت بالجيتو اللي انولد بفلسطين هو صابرة متخذة من كلمة صبير صبر نفس الشيء بالعبري إنه it is sweet from inside and tough from the outside وهاي لليوم يعني مثلا موشي ديان كان يعتبر أول طفل انولد بمستعمرة دقانيا اللي أسسها روبن بهذاك الوقت وهو اللي طبعا صار الابيتومي يعني تبعت الصابرة اللي صار العسكري القائد العسكر إلى آخره هاي الإيمج تحت الصابرة اللي انتشرت كتير من خلال الإعلانات والبوسترز اللي عملوها لا سوري هلأ هون بس بدي أشرح شغلة كتير مهمة إنه JNF كانت عم تشتري أراضي طبعاً هاي الصورة الأولانية بتفرجي المستعمرات كيف كانت موزعة من 1880 هم بلشوا في المستعمرات أول شيء إجوا اليهود الشرقيين تبعون أوروبا تبعون روسيا تبعون هوفي زاين أحباء صهيون اللي هم قبل ما يجوا الصهيونيين الثانيين اللي إجوا من الغرب وبلشوا يأسسوا شوية المستعمرات صارت المستعمرات تزيد مع الوقت بس صاروا بدهم في مستعمرات بالشمال الشرق عند نهر الأردن وفي مستعمرات شوي على الساحل بدهم يوصلوهم ببعض وبدهم يزيدوا عدد المستعمرات لحتى تصير منطقة contiguous يعني متصلة حتى يقدروا يعملوا منها يعني فعلا يعملوا استعمار قاعدة ف
فكانوا كثير يهتموا بيشتروا الاراضي بشمال فلسطين اللي هي منطقه مرج ابن عامر بالعربي، واللي هي باليهود بسموها جزرير فالي او الامك. ليش يهتموا يشتروا فيها؟ لانه هاي اراضي كبيره كانت مملوكه من ملاك غائبين، ابسنتي لاند لوردز، كانوا سوريين ولبنانيين وبعضهم مصريين، كانوا بيملكوا قرى كبيرة في فلسطين وبهالمنطقة الشمالية هاي اللي هي المنطقة الخصبة كتير اللي كان اسمها مرج ابن عامر. فالصندوق القومي اليهودي يعني قدر انه يشتري فيها مناطق، لدرجة انه البوستر هاي الثانية بتفرجي سنة 25 عملوا بوستر احتفلوا فيها انه اشتروا 100,000 دنم من هاي المنطقة، لما وقتها تمكنوا انهم يشتروا اراضي من سرسو العائلة اللبنانية اللي باعت قرى بكاملها بمنطقة مرج ابن عامر، واحتفلوا احتفال كتير كبير انه هلأ صار عنا اراضي كتير كبيرة ومتصلة ببعض. طبعا بيعملوا ستامس الى اخره. هاي فكرة الصابرة كيف صارت تتصور بالهاي، وبرضه كمان بالتصوير في مصور مشهور كان اسمه زولتان كروجر، كمان كان يصور بطريقة انه دائما يفرجي الارض دائما فاضية وهم العمال عم يشتغلوا. هون عم بفرجوا كيف الايديال فيليج اللي هي عكس، يعني حتى كمان يشجعوا الهجرة انه هاي ايديال فيليج بدل ما يكون قاعد بالجيتو بروسيا ولا بولندا ولا هاي البلاد، انه بيجي لهون، هون في عنده كل شيء، عنده السيناغوغ، عنده المدرسة، عنده هيك كل شيء مرتب، في شمس، في هيك. فهي كانت تتأثر كتير كمان تساعد الهجرة. هاي كلها هذا نفس الشيء صورت زورتان كروجر، صور كتير. يعني تطورت الفكرة بالخمسينات، احنا حنوقف ب48 بس من بعد 48 خمسينات ستينات and up to the 70s كانت الفكرة عم تتطور، يعني variation on a theme، ما كان كتير الفكرة نفسها يعني، بس الستايل كان مختلف. وصاروا بعدين يعملوا إعلانات أكثر للجيش والآي دي إف. هاي آخر شيء نوصل لأنه هاي حرب 67، هاي فكرة الصابرة القوي البطل هاي، وكانت انتشرت في كل العالم، نشروها بالجنات. أنا بس بدي يعني أوقف طبعا بال 48 بنوقف، بنقول إنه كملت الفكرة يمكن للسبعينات، بس بالنتيجة بدنا نقول إنه كل هاي الأفرت اللي عملته جي إن إف باللم التبرعات والدعايات والإعلانات يعني to put things in perspective، سنة 48 لما احتلوها للبلد كانت الأراضي اللي بملكها الجي إن إف بتتراوح بين 5-7% مش أكثر. فكل هذا الأفرت اللي عملوه يعني هو بالآخر ما نجحوا فيه، إنه أخذوا باي كونكويست بعدين. فمثلا يعني بال 48 الجي إن إف الصندوق القومي بيعلن بيقول إنه the mission was almost completed in the war of independence when the Israeli army liberated the greater part of the land within the boundaries of the state. وبهالطريقة صارت 93% من أراضي فلسطين صارت مملوكة من الجي إن إف، لأنه دخلوها احتلوها ودخلوها بالقانون تبعهم اللي هو owned in perpetuity forever by the Jewish people everywhere and anywhere. فبدنا نوقف بال 48 يعني، لأن كل شيء صار بعد هيك، بس يعني variation on the theme. وبس thank you. يعطيك العافية دكتورة، شكرا جزيلا. لو في حد يحب يعلق عن تعقيب او سؤال او دكتور سلمان. شكرا جزيلا للدكتورة سحر حميدي، اعطتنا فكرة واضحة عن الحركة الصهيونية التي هي مقاومة
مقاومة على الخداع والكذب. لا توجد حركة استعمارية في التاريخ تعتمد على التزوير والكذب أكثر من الحركة الصهيونية. فكل الحركات الاستعمارية الأخرى كانت تعتمد على الوقائع، أما الصهيونية تقول أنه لا توجد فلسطين ولا يوجد شعب فيها، وأرض فاضية وكلها مستنقعات، ونحن جينا عدنا إلى الوطن القديم تبع اليهود وغير ذلك. وكل هذه يعني الصورة النمطية كلها كاذبة. لا يوجد في التاريخ حركة استعمارية مملوءة بأكبر كمية ممكنة من الكذب والخداع والتزييف إلى يومنا هذا. فنشكرك جدا جدا يا دكتور سحر، وكذلك الصندوق القومي اليهودي الآن يسيطر على أراضي 372 قرية أهلها مهجرين في المخيمات، وحتى دولة إسرائيل التي اعترف بها بعض العرب 94% 93% من الأراضي التي تحتلها هي أرض فلسطينية لم تحتلها إسرائيل إلا بالقوة وليس لها أساس قانوني على الإطلاق. فنرجو يعني أن محاضرتك هذه توضح للعرب جميعا التزييف والكذب والخداع الذي هو مستمر إلى يومنا هذا. نشكرك شكرا جزيلا على ذلك. شكرا جزيلا دكتور على المحاضرة كويسة، يعني الموضوع كبير أكبر من إمكانية محاضرة، وأنت أخذت جانب معين يعني ويمكن يكون له امتدادات في الإعلام وشيء. بس أنا لفت انتباهي قصة أجاب عليها الدكتور ناصر بإستماعي بأنه من ناحية التمويل في يعني شراء الأراضي تم بحاجة طبيعية من ظروف معينة للفلاحين إلى آخره، بس كان محصور في الملكيات الخاصة. بس في أشمل إنه كان في دور استعماري لهذا الصندوق وتمويلي أكثر من التبرعات، يعني تمويلي بغاية إنه إحنا في تمويل مشروع بسيط سنحصل على دولة وصفها الدكتور في خريطة فلسطين وفي أطلس فلسطين بأنه كانت أرض مكتملة بمدارسها بشوارعها بمؤسساتها بكل شيء. هاي ملكيات الدولة استولى عليها الصندوق القومي اليهودي أو من خلال مفهوم الدولة. هسه هون كان في دور للاستعمار. أنا برضو بس حابب ألفت الانتباه لنقطة في المقدمة اللي طرحتيها، ظهر وكأنه الحركة الصهيونية كانت رد فعل نفسي للتمييز. لا عفوا اسمعي يا خالتي، كان الاحترام حتى لنظرة أي إنسان في التاريخ، لا كانت الحركة الصهيونية تطور طبيعي لرأسمالية في أوروبا تشكلت من قبل مثلا نشوء مؤتمر بازل أو مؤتمر يعني الحركة الصهيونية 200 سنة أو 300 سنة، وتوجت هذه الحركة الصهيونية كمصالح لا البرجوازية أو الرأسمالية الغربية، وجاء المشروع الصهيوني في فلسطين أرضنا في المنطقة من ضمن رؤية معينة لهذه البرجوازية الغربية. يجب ألا نزيح البرجوازية أو الرأسمالية الغربية أو الدول الغربية عن دورها الفاعل في نشوء هذا الكيان وعن مصلحتها الطبقية يعني كامل المصالح اللي ارتبطت مع الصهيونية لإعادة تشكيل الصورة النمطية عن اليهودي ودفعه للهجرة. أنا أرى أنه يعني هذا ضروري نركز عليها، أنه لم تكن الصهيونية رد فعل لتمييز من الغربي، قد يكون حتى التمييز حصل بفعل فاعل. لا اسمح لي، يعني هو هرزل نفسه اعترف وكثير كتاب اعترفوا انه الصهيونية كانت يعني السبب ريزون ديتر تبع العنصرية اللي صارت ضد اليهود، لو ما خاصة بألمانيا، يعني عم نحكي بألمانيا.
نفس الشيء بروسيا لما صارت المذابح، لما اغتالوا ألكسندر الثاني واتهموا اليهود إن هم اللي قتلوه، وصارت المذابح بروسيا. يعني الصهيونية ابتدت بروسيا قبل ما تبتدي بألمانيا. فهي فعلا كان يعني لازم نعترف إنه كان في عنصرية وإنه كان في هلا طبعا الاستعمار وهيك، انا ما بختلف معك اكيد كان موجود، بس هو الاساس لولا صارت الانتسميتزم بهالطريقه ما كانت طلعت الصهيونيه. هيرزل كان واحد اسيميليتد ما له علاقه لا باليهود ولا بالدين اليهودي، خليني اكمل، ولا حتى كان بوقت انه بده كل اليهود يتحولوا يصيروا مسيحيه، يروحوا على الكنيسه وتكونفرت وخلص ونخلص ونحل المساله اليهوديه. وهم كان واحد يعني مندمج بألمانيا 100%، وما صار هو يهتم بالدين اليهودي إلا بعد الانتسميتزم لما قويت كثير يعني الانتسميتزم. بس يعني هذا رأيي. شكرا على تعقيبك، بس هذا بيدل على شغلة إذا تسمحي لي، يعني بديش يصير حوار ثنائي، إنه التمييز نفسه هو آلية لإعادة إنتاج صورة أخرى لليهودي أو لدفعه لحركة معينة، كما استعرضت بمحاضرتك عن الفن. يعني التمييز بحد ذاته أداة وليس سبب لنشوء الحركة الصهيونية. مرحبا، شكرا دكتورة سعد، شكرا جزيلا للمحاضرة، كثير قيمة ووثائق ممتازة جدا وريفرنسز كثير ممتازة، والفيلم برضه ممتاز وجهد تشكر عليه، وقريت كتابك انا اختلاق اسرائيل القديم جدا جدا ممتاز، وانبنى عليه كتب كثير طبعا هذا الكتاب، خصوصا شلومو ساند وإيلان بيبي وغيرهم. انا بس بدي احكي عن لما كانت الحركه الصهيونيه بجانبها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني كثير جدا نشيط في اوروبا وشرق اوروبا، هل كانت هذه مترافقة مع نفس النشاط في الشرق؟ يعني عندنا في العراق والمغرب ومصر وسوريا والنشاط اليهودي الصهيوني اليهودي. لا، احنا ببلادنا ما كان في نشاط يهودي. ما انا هذا اللي بعرفه. وبعدين بدي اكمل شغله ثانيه، انه رغم كل هذا الدعم ووعد بالفور كمان وولستون تشيرشل واللوردات والدعم الكبير اللي في سويسرا وفي اوروبا للحركه الصهيونيه انها تكون نشيطه وتشجع الهجره، الا انه مثل ما تفضل الدكتور سلمان، اقليه قليله جدا من اليهود هاجرت صح الى فلسطين. بلشت الهجره الكبيره تصير بعد المجازر النازيه لليهود صحيح. والمجازر حتى الانجليز ذبحوا اليهود والروس والقيصريه ذبحوا اليهود، بولندا اكبر مجزره صارت لليهود صارت في بولندا صح. وهلا بنلاحظ اذا بتشوف الاخبار في اوروبا، اغلب الاحزاب اليمينيه المتطرفه النازيه هي حلفاء لنتنياهو، نتنياهو بعت لهم شكور وتهنئه ومش عارف. فبالتالي الحركه الصهيونيه ليست دفاعا عن اليهود، بل هي مصلحه لناس مجرمين بدهم يسرقوا اراضي غيرهم وبيستغلوها اليهود الغلابه، يلا تعالوا روحوا موتوا، حتى طبعا ناسس كيان استعماري في منطقه غنيه بالنفط وبالغاز وبالطرق التجاره. يعني سؤالك عن اليهود العرب ما كان لهم نشاط صهيوني ابدا بهذا الوقت، هي كلها حركه غربيه بحت 100%، ابتدت بروسيا وتطورت انا عم بركز على المانيا لانه من دراستي يعني انه فعلا اكتشفت انه هي it was a German phenomenon، يعني هي فعلا German. مشان هيك يعني انا ما بقرا الماني، بس صرت اقرا الماني لانه كل شيء مكتوب بالالماني من دير يودنشتات لغيره ماكس نوردو وروبين وكلهم هدول هم يعني. فهي الفكره كلها العرب ما كان لهم علاقه فيها نهائيا، بس لما صارت ال 48 بلشوا يجوا المهاجرين من البلاد العربيه بلشوا يفجروا صاروا هم يعني يخلوهم انهم يهاجروا. فحتى هم بالفتره هاي العشرينات
كانوا يجيبوا اليهود اليمنية جابوهم بالأول to replace the Palestinian labor as a cheap labor. جابوهم زمان من العشرينات وقبل يعني. فبس اليهود العرب التانيين اللي إجوا بعد 48 عملوا يعني flooding of صار حتى عددهم يمكن اليوم اليهود الشرقيين صاروا أكثر من الغربيين. بس صاروا هم اللي صار بعدين إنه حدا مثل بيغن كتير عمل لأنه الأشكناز كانوا يعتبروهم يعني يرزقوهم as a second class citizens فكانوا مضطهدين يعني من أول ما إجوا بـ 48 لحد ما عملهم اعتبار هذا بيغن وصاروا يدخلوا بالحزب تبعه اللي هم المروكنز والتانيين صاروا مضطرفين كتير بعدين صاروا كتير مضطرفين لأنه هم اليهود العرب ولليوم بنشوفهم يعني هذا بن غفير هو اسمه بن غفير عربي هو من المغرب طيب شو تفسير هذا الحالة دكتورة؟ تفسير الحالة أنا I think إنه فيها إشي psychological لأنه لما بـ 48 لما جابوهم حطوهم بشيء أول شيء ما كان عندهم محل يحطوهم فيه فاستعملوا أسلوب اسمه transit camps حطوهم فيه اللي هو معبرات كانوا يسموه بالعبري على بين ما يبعثوهم على كامبس هدول المعبرات كانوا يرشوهم بالدي دي تي لما يجوا يعني اليهود العراقيين أكتر شيء متألمين من هذا الشيء لأنه اليهود العراقيين اضطروا إنهم مثل ما قلت إنه حطوا لهم متفجرات بسينابوكس يعني الموساد حطها إنه الموساد حط المتفجرات مشان يقول إنه العرب عم بيتفجروكم وعم بدهم يطفشوكم وطبعاً بعد الحرب صار الكل ضد اليهود يعني هيك فصارت حركة كبيرة إنه أعداد كبيرة كل اليهود العرب هاجموا أكثر شيء العراقية تضايقوا وانزعجوا وزعلوا لأنه هم كانوا أغنياء بالعراق يعني كان وضعهم كتير كويس كان رئيس وزير مالية ولا أخري جابوهم حطوهم بالتراك وكبوهم كب بالتراك بالمناطق الحدودية مشان هيك انت سؤالك على انه ليش صار عندهم هذا الكره للعرب هم حطوهم المروكنز وهدول بالمناطق التماس اللي كانوا لسه في حروب فيها يعني على الحدود انه لسه الفدائية كانت عم تبدأ تيجي فيها فهم حطوهم ببوز المدفع اولا وثانيا عملوهم معاملة كتير 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 أكتر من سيئة يعني احتقروهم ورشوهم بالدي دي تي إنه هدول لازم قبل ما نفوتهم على المعبرات إن ننظفهم يعني وهيك وأشياء كتير يعني هيوميليتينغ وبعدين قعدوا بالمعبرات اللي هي كانت إشي كتير كتير سيء يعني وبعدين عملوا لهم مدن لليوم بسموها لها اسم development towns يعني they are like inner cities وصارت بالضبط توفر التشيب ليبر لتل أبيب مثلا وللاندستريز الإسرائيلية ولليوم نفس الشيء فهم طبعا صار عندهم هذا الفيلينج انه اولا حطوهم ببوز المدفع كانوا هم يتعرضوا لكل الهجوم اليهود الاشكناز عاملوهم انه second class citizens فإتس لايك باكينج أوردر يعني معروفة هم بيلاقوا حدا ليش ما حقدوا على المؤسسة الصهيونية؟ ليش حقدوا على العرب ما بدها تفسير سايكولوجي بدها تفسير سايكولوجي بس أنا أعتقد برضو ممكن أضيف عليه إنه إحنا كأمة عربية لم نستطع إنه نصيغ رواية أو قصة أو حالة أو يعني دفاع أو كيس يعني ودنا نتابع كيس إن نكسب الناس هذي إنه سبناهم إنه إحنا زي ما حتفضلت بعد الحرب 48 صار في حقد ضد اليهود صار حتى الإنسان العادي يكره اليهود يحرق محله يضربه يعني بهذا فإحنا خسرناهم أعتقد هو طلعت حركة بالأظن بالستينات شو كان اسمها مثل طلعت حركة مثل البلاك بانترز شو كان اسمها بالستينات هود السود لا بإسرائيل إسرائيل كان مع الجبهة الشعبية وبعدين أظن البوليتيكال استابليشمنت يعني قتلتهم لأنه كان عم بصير في اتحاد شوي بينهم وبين العرب إنه في شيء إحنا يهود عرب يعني إحنا إلنا حتى هم كانوا مثلا كمان من الأشياء اللي يعملوها إنه يجوا اليهود كلهم كانوا يغيروا أساميهم كلهم وكان في كوميتي وبن غوريون كان كتير يعني يشجعها
انه to Hebraize the names، يعني كل حدا بيجي من يهوديين اسماء ارمنيه وسلافيك وروس هيك، كان يقول لهم لازم، يعني انت ما بتقدر تكون قائد بالجيش او دبلوماسي ويكون اسمك الماني مثلا. فصاروا عاملين كوميتي يساعدوا الناس انه كيف يغيروا اساميهم، في طرق يعني كيف غيروا كل اسامي البلاد اللي هي القرى، كيف غيروها كثير بتشبه لانه العبري مثل العربي. فاشياء مثلا اكيد الدكتور سلمان بيعطينا امثله كثير، اسامي بلاد يعني فلسطينيه تشبهها كثير صارت بالعبري، وفي عده طرق ليغيروا اساميهم، كان انه يا اما فونيتيكلي انه اسم بيشبه هذا الاسم بس بالعبري، او بالمعنى او باشياء ثانيه. ففي قاعده يعني، ويجوا على المطار انه راسا يغيروا اسمهم، انه هم they are like shedding their exilic past and they are reborn. هي فلسطين it was the place of healing for them psychologically and physically. انه هيك كانوا هم يعني الفكره انه احنا الشعب المضطهد هذا بدنا نروح على فلسطين to get reborn. يعني فيها فكر كثير من نيتشه اصلا، انه فكر يعني rebirth and هاي. ممكن نخرج عن الحوار الثنائي؟ تفضل. شكرا للدكتورة سحر. الحقيقة يعني أنا ودي ألقي ضوء على نقطة. في عام 1843 كارل ماركس كتب كتاب بسيط قصير يعني اسمه حول المسألة اليهودية. خلاصة الفكرة التالية، أن أي ادعاء لتحرير اليهود وتحديدا اليهود الألمان هو ليس يعني تحرير اليهودي كإنسان، وإنما تحرير اليهودي بوصفه يهوديا في مجتمع أساسا هو المجتمع الألماني غير متحرر للحق. وبالتالي أي مشروع لتحرير اليهود هو سيريد إنتاج نفس الوضع، وهذا ما حدث يعني من خلال الحركة الصهيونية، أن يعني تحت اسم تحرير اليهود لكن هم اضطهدوا الشعب العربي الفلسطيني واضطهدوا كل شعوبنا العربية. المقصد أن هذا حتى قبل بروز الحركة الصهيونية في جانبها السياسي. المقصد يعني اللي بنقوله أن هذا المشروع ارتبط حقيقة فعلا في تطور مثل ما تفضل أستاذ البرجوازية الأوروبية، واليهود والصهاينة في إطار هذا التطور. لاحظ أن الحركة الصهيونية في بعدها السياسي وردت لما صارت الرأسمالية في أوروبا إمبريالية، في مرحلة الإمبريالية، في مرحلة الاحتكارية، واللي هي تهدف إلى تقسيم العالم وعدم تقسيم العالم واندماج رأس المال المصرف لرأس المال الصناعي وإلى آخره، والمستعمرات وإلى آخره. وهي حقيقة ارتبطت فعلا بتطور مشوه وكانت تخدم غرض معين لمصلحة الإمبريالية. الجزء الثاني بسيط جدا هو على موضوع الفن. يعني خلينا نتخيل حد يتكلم عن الفن في إسبارتا. وين؟ في إسبارتا. إيه. ما في فن. في روما. زين. بس في إسبارتا ما في فن. في أثينا في فن. زين. في الكيان الصهيوني. وكذلك في المشروع الصهيوني من البداية، هذا مو فن، هذا يعني بالفعل أي بالضبط، هذا يعني فن مشوه جدا وليس انعكاس لواقع اجتماعي ومعاناة والجمال ولا لا 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 أبدا، هو يعني شيء دعائي يخدم مشروع، يستخدم الأدوات الفنية فقط. شكرا جزيلا. ما هو مظبوط، بوبر نفسه مارتن بوبر لما قال إنه ننشر الفن والثقافة وهذا قال it is propaganda in great style، يعني اعترف فيها وعارف يعني 100%. شكرا. حسن بدو جامعة الكويت، شكرا جزيلا على هذا العرض الشيق والمتميز لجانب هام في تعاون الفن أو استخدام معنى صح الفن مع السياسة من أجل صنع هوية مفتعلة اللي قامت عليها فكرة دولة إسرائيل.
لكن تساؤلي من خلال وسائل الفنية اللي استعملت أو المجلات اللي عرضتيها حضرتك إن التركيز تقريبا 100% على كلمة يهودي وليس عبري، هل هذا دلالة من ناحية؟ والناحية الثانية إن الحركة الصهيونية ظهرت في بيئة اللي هي ظهور العنصرية الآرية أو الحركات العنصرية، والآرية كانت مضادة للنزعة الصهيونية، إزاي ظهروا في بيئة في نفس البيئة وفي نفس الوقت في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين اللي هي، هل يا ترى هذه الحركات العنصرية سواء الآرية أو الصهيونية لها صلة بعصر التنوير؟ وشكرا جزيلا. سؤال كثير حلو لأنه كثير مهم. مظبوط، الحركات العنصرية اللي طلعت اللي حكينا عنها اللي هي الأسماء اللي تكلمنا عنها، هذا الزمن هو أنتاج الحركات العنصرية اللي حكينا عنها. هلأ في فكر عام إنه اليهود ما شاركوا بهذا الشيء، لا هم شاركوا، أنا طبعاً ما في وقت كان أحكي عنه لأنه إحنا موضوعنا عن الفن، بس هم كان عندهم علماء عنصريين اليهود أسامي كتير شاركوا بهذا الفكر نفسه العنصري، بس شو صاروا يقولوا؟ صاروا يقولوا إحنا مش الجنس اللي قاعدين بقاع الترينجل اللي الجنس الآري قاعد فوق واليهود والسود قاعدين تحت، احنا وي ار سوبيريور ريس. طلعوا بنفس الوقت تبع هذا الناس اللي عم نحكي عنهم كثير علماء يهود صاروا يركزوا على انه هو العنصر وصاروا فكره انه كلمه يهودي كانت تعتبر شوي ازدرائيه يعني، فصاروا يرجعوا للهيبرو، فهي فكره الهيبرو انه هو الهيبرو هو الشيء النوبل، فبنرجع للهيبرو التاريخ تبعنا الهيبرو الببليكال واللي هذا كله رسمه افرام ليليان صار يعمل ببليكال فيجرز يعني يعملهم هاي، فهي عنصريه نفسها يعني اللي طلع منها نفس العنصريه اللي انتجت العنصريه تبعت جوبينو ستوارت شابلن وغيره 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 نفسها اللي انتجت العنصريه، ونفس الشيء الحركات الاستعمارية كانوا أكثر اليهود هذول اللي إجوا على فلسطين أسامي ما كان في مجال إنه نذكرها، أوبنهايمر وكثير أسامي كانوا موظفين بالوزارة الاستعمار الألمانية موظفين، فكانوا يعني they came to do the exact methods اللي كانوا يعملوها بالجيرمان كولونيز إن أفريكا، كان فيها في أسامي يهود كلهم كانوا يشتغلوا فيها، وكانت تطلع مجلات اسمها يعني مجلات بالألماني لكيف استعمار فلسطين، كلها هدول كانوا يشاركوا فيها ووربرغ وأوبنهايم وأسامي كثير، واجوا على فلسطين وكان هيرزل استخدمهم أز تكنوكراتس لأنه هم بيعرفوا كيف يعملوا الاستعمار، ف يعني مرتبطين ببعض نفس الحركة يعني نفس الحركة، مش الصهيونية هي حركة هاي أساسها العنصري، يعني لما نفهم هدول نفهم أساسها العنصري. شكرا للمحاضرة اللي نعملك والأخوة، لا شك تكلموا عن موضوع الصهيونية وصار في إسهاب فيها، لكن أنا بدي أتكلم عن موضوع آخر كلية. البرزنتيشن اللي عملت هذه ما عملت ريسيرش تاع ما عمل أوفر نايت، هذا أخذ وقت قوي جدا وأخذ فترة ومجهود لا شك، لكن أنا بدي أطلع من هون بعد نص ساعة حنسى اللي شفته كلية، فعشان أقدر أتصور تاعي لا بده يكون في دوكيومنتيشن عشان أقدر. لا أنا هذا فأنا لا شك إنه المرحلة اللي تكلمت فيها عن من 1837 و1800 وكذا الكتاب اليهود والتأثير اليهودي والصهيونية وإنشاء، فعيشتني في كتاب من أجمل الكتب اللي قرأتها اللي هو كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، وكان يعني لا شك إنه عيشتني فيه
فأنا عندما بدي أطلع بدي أنسى هذا الإشي. شو التخيل تاعك عشان تقدري تحطيه كاز دوكيومنتيشن ويقدر الناس تضل تحافظ وتعرف هذا الموضوع وتأثيره على البروباغندا اللي صارت لخلقت إسرائيل بأكذوبة كبيرة وأنت أثبتيها في الريسيرش تاعك؟ أنا هذا كتاب عم بشتغل عليه صار لي شيء 10 سنين، فهذا كله مكتوب اوريدي بالكتاب ولسه ما انتشر، بس الجزء عن الفن هو بس جزء بسيط اخر شابتر، بس الموضوع كله هذا موجود اوريدي صار بالكتاب يعني، وان شاء الله رح ينتشر فيه عن قريب. مثلي صرخ، يعطي العافية دكتور. انا عندي سؤال على موضوع المحاضرة وامتدادها. مثل ما انت تفضلتي يعني الدعاية كانت تعكس الرواية التقليدية الصهيونية، داود وجالوت وأناطب بلا شعب وهذه الرواية. اليوم 2020 حتى في إسرائيل هذه الرواية مشكك فيها، فشنو البديل في الدعاية الإسرائيلية في خلينا نقول الفن الصهيوني اليوم كامتداد لهذه الدعاية التقليدية؟ هلا هاي يعني نحن طبعا وقفنا سنة 48، في هلا كثير يهود برضه شرقيين يعني عم يطلعوا يكتبوا بطريقه اللي هي تو ديكونستراكت كل هاي، يعني في يهود من نفسهم هم عم بيكتبوا روايات وعم بيعملوا اشياء بيفرجوا بالصور كيف مثلا الدعايه الكاذبه، هم نفسهم بيروحوا للوثائق تبع الاي دي اف واشياء مهمه وبيفرجوا كذب، فهاي يعني هاي هم عم بيعملوها. هلا احنا يعني ما بعرف شو بدنا، ما رح نقعد نقول انه هذه كذبه يعني، لانه ما هو معروف يعني ما احنا قاعدين بهاي الارض، ما رح نقول انه لا land without people for a people without land انه هاي كذبه، طب ما هي كذبه مفهومه يعني. حتى شغله لما بعثوا اول رابعي سنة بال1890 هيك شيء لا يعطي تقرير انه عن وضع فلسطين، قال ده بعت تيليجرام بيقول the bride is beautiful but it was married to another man، مش زوجة كان انه ف يعني هي عارفين يعني. حتى ديان انا نسيت اقرا لكم اياها، ديان كمان سنة 69 بيحكي مع طلاب بجامعة حيفا بيقول لهم احنا بنعرف انه كل مستعمرة قائمة فوق قرية فلسطينية، بس انتم ما بتعرفوا لانه اصلا حتى كتب الجغرافيا محوها، وما بلومكم انه ما بتعرفوا لانه ما حدا علمكم هالشي، وكتب الجغرافيا انمحت والاسامي تغيرت وكل شيء راح وفي قرى خلص ما عادت موجودة، بس كل مستعمرة يهودية قامت على مكان، فيعني ما بعرف شو. شكرا. معلش. اوكي، ثانك يو فيري ماتش. بس معلش لحظة، بس في سؤال أخير هنا دكتور. في سؤال؟ آخر سؤال. اتفضل. Thank you for your presentation. My question is, we've been trying to redeem or regain this land back for the past 7 years unsuccessfully, unfortunately. Do you think that there is anything we can learn from them to speed up the process of reclaiming the land? You said our land. 70 years. Seven years. 70 years. I mean, we've been trying to get it back for the past 7 years. Is there anything we can learn from them to speed up the process of reclaiming the land? I don't know. Yeah, what can we do? اسمح لي دكتور بس تعليق بسيط. أنا كما فهمت السؤال إنه هل بالإمكان نستفيد من العرض اللي استعرضتيه وأدوات وطريقة تعاملهم في الفن في إحداث البروباغندا؟ إحنا نستفيد منها ونكون يعني أداة مساعدة إلنا في استعادة أرضنا. إحنا مش بالفن بس، إحنا يعني لحد هلا ما بنعرف نحكي،
يعني ما عندنا قياده نحن. بس لو عندنا قياده بتعرف تحكي كل شيء بتجاوب عليه، يعني كل شيء بتحطه في الاطار التاريخي تبعه وبتحكي عنه، بس احنا كل شيء بصير خلص بيروح. وهذا اللي بنقدر نعمله انه يكون عندنا افكتيف يعني لوجيك انه نرد على هاي، هذا اهم شيء بنقدر نعمله. مية انا هيك رايي يعني. شكرا جزيلا دكتور.